السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. خيتي وحبابتي، مرحبا بكم في قناتي وصفات متنوعة وعلى طريقتي الخاصة. إذا اليوم آخر يوم من رمضان لسنة 2021، وغدا إن شاء الله يوم الأول يعني من عيد الفطر، وإن شاء الله راح يكون العيد. إذا أعاده الله علينا باليمن والبركات والمغفرة. جبت لكم اخر كيفيه بالنسبه للحلويات اللي هي المقروض. جبت لكم باثنين يعني حشوات، جبتو بالتمر او بالغرس، وجبتو ايضا بالكاوكاو. اذا نروحوا لطريقه التحضير والمقادير يعني في نفس الوقت. لهاد الكيفيه عندي 3 كيلات نتاع السميد بومبي، يعني عمرتهم يعني مليح، عمرتهم بومبي وراني نصفي فيهم كيما راكو تشادو. السميد يكون متوسط، اذا 3 كيلات نتاع السميد متوسط عمرتهم بومبي. اذا ونصفوهم، ومن بعد نضيفو ملعقه صغيره نتاع ملح وملعقه كبيره نتاع السكر، ونعاود نجوزهم في الصفايه. وبعدين واش راح نديرو؟ راح نخلطوهم مع بعض كيما راكو تشاهدو هنايا. راح نخلطوهم وندير حفره وندير السمن. انا درت هنايا كيله نتاع السمن يعني بارده، يعني كيله الا ربع الا ناقص اسبوع، كيله ناقص اسبوع سمن، وكملته بالزيت. اذا 3 كيلة تاع السميد متوسط عمرتهم بومبي، درت لها ملعقه صغيره نتاع ملح وملعقه كبيره نتاع سكر، صفيتهم كامل. ومن بعد اضفت كيله نتاع السمن يعني ناقص اسبوع، وكملته بالزيت والسمن يكون بارد، وراني نخلطهم مع بعض، راني نبسس فيهم كيما راكو تشاهدوا هنا. اذا واش راح نديرو دوك؟ هذيك بعد ما نبسوهم مليح هنايا، جبت هنايا كيله نتاع الماء، يعني الماء زهر اكثر من الماء، وراني نشمخ فيه بشويه. انا هنا راح ندير ربع كيله والباقي نكملو من بعد. يعني عندنا كيله بين الماء والمزهر، انا درت المزهر اكثر من الماء، درت له يعني حوالي ربع الكيله هذيك نشمخ به دركا يعني هذا السميد نتاعنا، ونخليه حوالي يعني ساعه يرتاح كيما راكو تشاهدوا، باسكو انا ما عنديش الوقت. هاوليك حطيته يرتاح انا، باسكو غير كيما درتو يعني الفيديو كي يخرج هذاك وين درتو، يعني حتى كي قدمته مازالو سخون. اذا ونخلوه يرتاح. نروحو للحشو نتاع الكاوكاو. درت انا 3 كيلات، انا كيلت بكاس على تاي باسكو ما عنديش بزاف، درت 3 كيلات نتاع كاوكاو محمص ومرحي، ودرت هنايا كيله نتاع السكر، ودرت ملعقه يعني صغيره جدا نتاع القرفه، ودرت لها واحد شويه تاع بياض البيض، ودرت لها شويه مزهر يعني باش نلمي فيه يعني نطميه كيما راكو تشاهدو، يعني كيما الحشو العادي. 3 كيلات نتاع كاوكاو محمص يعني ومرحي، كيله نتاع السكر، ومن بعد درت لهم شويه بياض البيض، ودرت لهم يعني شويه تاع قرفه، ولميتو بالمزهر وخليته يرتاح. هنا دوكا تيك بعد ما ارتحت يعني بعد ساعه، شوفوا كيش راهو يبان يعني بسنا شويه. دروك حنا هكذا نحكو فيه بيان بين يدينا، يعني نحكوه مليح بين يدينا، ما متبركس راح يتحل يعني راح يتفتح معنا. هايليك نحلوه مليح هنايا، انا ما كاش عندي الوقت باش نخليه يبات ولا نخليه، انا غير ساعه وخدمته. هايليك دوك هنا نبقى نضيف الماء بشويه بشويه حتى نكمل كامل كيله. اذا استعملنا كيله بين الماء والمزهر، ومن بعد استعملنا ربع كيله حطيناها في الاول، وبعد ما يعني ارتاح لنا زدنا كملنا الباقي. ودوكا رانا كملنا له كامل هذاك الماء، ورانا نطموه شوفوا بين يدينا. شوف كش رانا نطموه فيه، ما راناش نعجنوا نطموا، شوفوا كيفاش لازم نحسوا بهذيك العجينه كي نشدوها، ماشي شغل غريبيه كيما راكو تشاهدوا هنايا. هايلك بعد ما طميته مليح، مانيش نعجن راني نطميه، واش راح ندير دوكا؟ دوكا حنبدا نخدم. اذا خديت شويه من العجينه ودرت هنايا قدامي بول، يعني درت كيفاش نقولوا طبسي، درت فيه الماء باش نشمخ يديا. هذا ماهوش داخل في الكيله تاع الاخر، هدايا درت يعني طبسي درت فيه شويه الماء باش نشمخ يديا. كيما راكم تشوفوا نكون حربوش هكذايا، نليسيه مليح، نليسيه مليح. هاي ديك شوفوا مليح، لازم العجينه نشدوها نحسولها، ومن بعد ندير يعني هاد لافونت هادي ولا الحفره هادية بالاصبع تاعنا، وندير الحربوش نتاع التمر. انا التمر جاني بزاف جاري، التمر هذا انا فورته ومن بعد جوزته في الرحيوه اليدويه هذيك، ومن بعد درت له شويه قرفه شويه زيت وشويه مزهر، وخلطتهم كامل كيما راكم تشاهدوا كيما ديروا الحشو العادي.
اذا شوفوا انا جاني شويه جاري الحشو هذاك، راني نمسح في يدي باش ما نوسخش العجينه هذيك. شوفوا من بعد يعني نسكرها هكذايا، نغلقها، نغلق الحربوش، نشد مليح العجينه هذيك، لازم نحسها بين دي بين يديا، وما لازمش يتكسر هذيك العجينه هاي اللي يكون ليسيها مليح مليح كيما راكم تشاهدوا. نسقمو مليح بين يدينا، ولازم يجي كيما نقولوا حنا بومبي شويه، ما يجيش مبلاطي. ومن بعد يعني نعلم، استعملت انا 3 اصابع قسم نقطع المقروطات هذوك، يعني كيت 3 اصابع هاي ليك، وقطعت وراني نسقم فيه هاي اللي كيما راكم تشاهدوا. كيما قلت لكم انا يا التمر درت له، قلت لكم فورته ومن بعد جوزته في الحيوه اليدويه، رحيته ومن بعد درت له ملعقه تاع زيت وملعقه تاع ما زهر، ودرت له ايضا القرفه، درت له شي قرفه يعني كيما نخدمو يعني التمر العادي. اذا ناخذ حربوش اخر يعني عجينه واحده اخرى، ناخذ كميه من العجينه اخرى. في كل مره شوف راني نشمخ يديا، باسكو هنا العجينه تاعي مالغري كملت لها كاع الكيله راهي ناشفه. اذا انا نشمخ باش نقدر نتحكم في العجينه باش مت كيفاش نقولوا ما تحلناش في المقله. اذا بعد ما ليسيت كامل العجينه يعني حسيت بها كي قاعد نشكل فيها، دوك راح ندير الحفره هنايا يعني بالاصبع كما راكم تشاهدوا. هنا دوك درت شويه نتاع الكاوكاو كما قلت لكم محمص ومرحي، ودرنا له يعني كما قلت لكم يعني في المقادير راح نزيد نكتبها لكم يعني في صندوق الوصف. اذا درت هنايا الكاوكاو ونبلع او نغلق هذاك الحربوش هاي ليك، ولازم نتحكم فيه نشدو مليح بين يديا كي نعود نغلق فيه، ومن بعد نروليه هكايا نليسيه مليح العجينه هذيك، نليسيها مليح هاي ليك، نسقمها مليح. ودوكا راح نعلم يعني درت 3 اصابع باش نقطع المقروطات، ومن بعد قطعت هاي ليك يعني اللي تحب تاكلو بالتمر، واللي تحب تاكلو يعني بالكاوكاو، واللي تحب دير اللوز. انا كان باقي لي الكاوكاو قلت لازم نتخلص منه، اذا درتو في المقروط وراح يجي بنين ولا بس عليه. الكاوكاو يتمشى مع العسل، يتمشى مع السميد، يتمشى على بالنا كيما نقولوا اللوز هو احسن، ولكن حتى الكاوكاو عنده البنه تاعو. اذا خديت عجينه اخرى، شوفوا شمخت يدي باسكو نشفت لي قلت لكم العجينه مالغري كملت كامل هذيك الكيله. اذا باش نرطبها مليح العجينه بين يديا وباش نقدر نتحكم فيها ومن طول ليسيها، باسكو الا تقطعت لي عرفوا السم الماء راه خاصها. اذا حليت درت حفره، درت هنا الحربوش هذاك تاع الكاوكاو كما قلت لكم 3 كيله تاع كاوكاو وكيله نتاع السكر، ونديروا لها شويه قرفه ونطموها وشويه بياض البيض ونطموها بالماء زهر هاي ليك. كي نغلقها شوفوا لازم نتحكم فيها، لازم نشدها مليح هاي ليك باش ما يتسيباراش هذاك الحشو على العجينه، ومن بعد نروليها ونليسيها مليح. شوفوا هاي ليك كانت عندي واحد الفتحه هنايا يعني تحلت لي شويه، قاعد يبان الحشو هذاك، درت شي عجينه شمختو شويه يعني وعاود سديت هذيك الفتحه هاي ليك. ودوكا راني نرولي فيه بعد ما ليسيتو، وراني نقطع ونسقمو كامل الحبات كيما راكم تشاهدوا. اذا الغدوه ان شاء الله راح يكون اول يوم يعني من عيد الفطر، ان شاء الله يدخل علينا في الصحه والهنا. اذا هذا اخر يعني كما نقولوا كيفيه بالنسبه للحلويات. اذا قلت ندير لكم المقروط، ولا اليوم عييتش راني ندير الرشته، بالك ندير لكم العجينه تاع الرشته باش ان شاء الله ديروها. الا يعني ما عييتش يعني ماشي سيغ، ولكن نسي ندير في الليل هنايا يعني هذه الليله ان شاء الله بالك ندير عجينه الرشته. اذا خديت يعني عجينه اخرى، شوفوا وجدت التمر هنايا، راني نوريلكم انا علاش قادره قلت لكم في كل مره نقولها لكم، انا قادره ندير لكم غير تاع التمر وندير لكم خطره ونقول لكم الفيديو راح يجيني غير 6 دقائق، بصح انا لا انا مدبيا نبروفيتي معكم وانتم تبروفيتيو معايا. علاش؟ باش كما يقولوا الانسان يدي اكبر قدر من المعلومات. مثلا عندك كاوكاو وعندك غرس نوعي، عندك غير الغرس ثاني كديري، ما عندكش الغرس عندك كاوكاو ثاني كديري، واللوز ثاني كلا عندك اللوز ديري اللوز. حنايا رانا دوكا تيك نديرو يعني كيما نقولوا الكاوكاو ودرنا نتاع الغرس، يعني ان شاء الله هاد الكيفيه تعجبكم. اذا بعد ما كملتهم كامل سخنت الزيت هاي ليك، سخنتها وراني حطيت يعني هذوك الحبات نتاع القروط هذاك. وكنت تشوفوني وجدت العسل، العسل هذا منزلي، ولا راكين ولا راكم حابين نزلوه لكم اكتبوا لي في الكومونتير. اذا درت هنايا حبات نتاع المقروط
كما راكم تشاهدوا. بعد ما طاب لي شوفوا كيفاش طاب، درتو في العسل، العسل درت له شويه نتاع ما زهر، ما درتوش مايه العسل، خليته شويه ثقيل هاي ليك. وحطيت المقروط غطستو لو طون لي كما قال لي يطيب لي المقروط الاخر نحيه هاي ليك كيما راكم تشاهدوا هنا هاي ليك. كيما انا ما كنتش راح نديرو ديغني مينوت، قلت له غندير لكم المقروط، عندي شويه سميد متوسط، كان عندي شويه الغرش شحال من اللي نقيته وخبيته، وعندي تاني شويه كاكاو كان باقي لي من الحلويات اللي درتهم. اذا قلت انا نبروفيتي معكم وندير لكم، تقدروا ديروها في هذه الليله هذه تاع ليله العيد، تقدروا ديروها في السهره وديروا المقروط يعني تاع فيت في، ديروا كميه صغيره وانتم درتو. اذا نبقاو نكملوا هكذايا ونديروه في العسل حتى نكملوا كامل هاي ليك كيما راكم تشاهدوا. انا ما خليتوش بات، انا بالك لو كان خليته بات بالك يجي احسن ربما. انا يا على ساعه خدمته ما قدرتش نزيد نستنى باسكو ما عنديش الوقت مع الطياب، مع كما قال كنحضر للعيد وكامل ما عنديش الوقت. اذا قلت نديرو كما قال خليته ساعه ارتاح. وشنو نتوما اللي حبيتوا تزيدوا بياض البيض في العجينه زيدوا، الى حي الى خفتوا يتحلكم في المقله. اذا شوفوا في الاخير درتو في الفواره وراني ندير له في شويه العسل كما راكم تشاهدوا هنايا هاي ليك هاي ليك كما راكم تشوفوا. طب يعني اللون تاعو يعني ذهبي هاي ليك جادوغي، يعني كاين بعض الحبيبات اللي تحلوا لي شويه ولكن ما تحلوش كاع، يعني تشقوا برك يعني ماشي طاحوا لي في المقله، ولكن كما نقولوا حنايا عندهم هذيك الشقيقه الصغيره برك، يعني كلكو حبات يعني ماشي بزاف، واحد ثلاثه ولا اربعه لي باقي جاوني كيما راكم تشوفوا فيهم برك. تاني كالنار ما تعلولوش فوق فوق وما تنقصولوش، كون تنقصولو راه يتحلكم في المقله. لا لا يفو با تنقصولو، الا خفتو تاني ديروا شويه نتاع العجينه خلوها هي تاني طيب عليها يعني في المقله تحمر كامل باش ديروا المقر، باش تحطوا المقروط نتاعكم باش ما يتحرق لكمش، يعني خلو الحبه الاولى ولا ديك لي شوت يتحرق لكم مليح، ديروا على شكل كره ولا حطوها في المقله خلوها يعني مليح تتحرق لكم يعني ديك الزيت، باش كي ديروا الحبات الاخرين ما راحش يتحرقوا لكم. نتمنى تكونوا فهمتوني كيما راكم تشاهدوا هنايا هاي ليك. نتمنى ان شاء الله هاد الكيفيه تعجبكم هاي ليك، وتقدروا ديروها حتى في السهره يعني ما قعدتش الوقت ما دارتش المقرط وراي حبه تلحق روحها. اذا هاي ليك الكيفيه، انا ما خليته بات ما خليته زوج سوايع ولا ساعه وطيبته. اذا في الاخير واش نقول لكم خياتي، نقول لكم دعموني واشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس كي يصلكم كل جديد، وراح نقسم لكم حبه ونخليكم تشوفوا كما راكم تشوفوا هنايا راهم بسس. في الاخير واش نقول لكم، نقول لكم ان شاء الله هذه الكيفيه تعجبكم، شوفوا كيفاش راهم بسس ومعسل، شوفوا كيفاش راهو طري. في الاخير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونلتقي ان شاء الله في وصفه اخرى بحول الله. سلام.